السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وجبات بنتي ليوم كامل، شنو كلات من الفطور حتى العشاء. وجبات سريعه التحضير، سهله وصحيه جدا بمكونات بسيطه. بقاو معايا حتى الاخر الفيديو. اذا اول مره كتشوفوا هذه القناه انضموا لنا، ضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا جرس الاشعارات باش اي فيديو حطيت جديد في القناه كيوصلكم. ندوزوا للوجبات. بالنسبة لوجبة الفطور، عندي بيضة واحدة، عندي شوفان، قليل من الجبن الأحمر محكوك، وشوية ديال الحليب. هاد الوصفة هذه كتجي رائعة جدا وكتعجب شاهد بزاف، وحتى أنا صراحة كتعجبني، كيش فيها مذاق مزيون، وفي نفس الوقت فيها عناصر اللي كتمد جسم الطفل بالطاقة والعناصر الغذائية اللي كيحتاج في الصباح. إذا غادي نضيف القليل من الحليب وغادي نطرب مزيان مع البيضة. صراحة ما عرفت شنو نسمي هاد الوصفة، واش اومليت واش بانكيك. غادي نضيف الشوفان، نقدروا نستخدموا الرقائق الصغيرة او الكبيرة اللي كان بجوج بهم كيجيو مناسبين. غادي نمزج المكونات مزيان، ثم غادي نضيف الجبن. هنا ضفت شوية ديال الشوفان، خصني نشوف الخليط ديالي يكون متماسك، يعني ما يكونش خفيف بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش ثقيل، يكون غير شاد فراسو وصافي. انا غادي نضيف الجبن، نقدروا نستخدموا هذا او اي جبن كريمي اخر كنستخدمه، من الافضل الجبن الاحمر لانه كيذوب وكيعطي واحد المذاق مزيون. والطفل فوق السنة ممكن نستخدموه مرة ماشي بشكل يومي او بكميات كبيرة، ولكن مرة نقدروا نستخدموه في الوصفات ديال الطفل. زدت شوية ديال الحليب، انا بحال قلت لكم القوام مخصوش يجيني ثقيل بزاف. ثم غادي نطيب البانكيك ديالي في واحد المقلة اللي ما كتلصقش، مقلة دباغرير. ها انتم كيف كتشوفوا دغيا كيطيبوا واحد الوصفة سريعة في التحضير، يعني في دقيقة هي واجدة. اذا هانتوما المقادير اللي استخدمت، خرجوا لي جوج كبارين وحده صغيرة، رافقتهم مع شوية ديال الفريز، مع اي فاكهة عندكم في الدار. كيجي المذاق ديالهم رائع وكيجيو رطبين، وما كي يعني حتى لو كان الطفل باقي ما عندوش يعني باقي ما كيقدرش يبلع الحاجات اللي هي صلبه، بالنسبه لهاد الوصفه هذه كتجي رطبه وهشه وكتذوب في الفم، فما نخافوش انها توحل للطفل حتى الا كان باقي يعني السن ديالو صغير شويه، فكتجي رائعه جربوها. ثم بالنسبه لوصفه او لوجبه الغداء، غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي مزيونه بزاف 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 وصحيه بزاف. غادي نستخدم هاد الزرع هذا السريع التحضير، اللي يعني طايب نص طيبه بحال كيقولوا. كنستخدم هاد العلبه هذه، انا وريتها لكم، موجود كاين كيتباع. عندي هنايا الخضره، عندي فلفله خضراء، عندي جلبانه، عندي القرعه خضراء، عندي خيزو، وعندي شويه ديال الكروفيت. نقدروا نستخدموا الدجاج، اي نوع اخر ديال اللحوم، او نعملوها بدون لحوم. ثم نضيفوا مثلا شي مصدر من مصادر البروتين. ثم عندي التوابل اللي استخدمت. اذا كناخذ الاناء اللي غادي نطيب فيه، كنوضع الخضره ديالي. يعني اهم عنصر خصو يكون في وجبه الغداء هو الخضره، وهذه الطريقه هذه مناسبه حتى للاطفال اللي ما كيحملوش الخضره، ما كيبغيوش ياكلوها، فكتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، فكياخذوا الخضر بلا ما كيحسوا بها. صيله صغيره مشلضه، ثم عندي كمون، خرقوم، الابزار، شويه ديال الملحه، ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الثومه محكوكه، وضفت زيت الزيتون، ما غاديش نعمل زيت اخرى، فقط عملت زيت زيتون باش تكون الوصفه ديالي صحيه اكثر. ثم غادي نمزج المكونات مزيان ونخلي الخضره ديالي تتشحر مزيان وتشرب ديك الاقامه. ثم اذا بعد ما كتشحر لي الخضره ديالي مزيان، كنضيف الماء بواحد الكميه جيده، لان ديك الماء هو اللي غيطيب لي فيه داك الزرع.
ثم غادي نخلي حتى كطيب لي الخضره. ملي كطيب مزيان كنضيف ديك الساعه الكروفيت ديالي وكنضيف كذلك القمح وكنخليهم يطيبوا مع بعضهم، كياخذوش واحد الوقت كبير. دغيا دغيا كنلقى القمح ديالي طاب حتى ربع ساعه حتى ثلث ساعه. صافي كنغطيها وكنخلي المكونات ديالي تكمل طياب. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ربع ساعه صافي حيدت لها الغطاء باش نخليها فقط كتشرب ديك الماء. وها هو الشكل النهائي ديالها، كيجي المذاق ديالها رائع ممتاز. جربوها، صحيه، عندنا قمح، كربوهيدرات، فيتامينات اللي كاينه في الخضر المتنوعه، عندي كروفيت، زيت زيتون، فمجموعه ديال المكونات اللي كتعطينا واحد الوجبه متكامله ومتوازنه. ثم بالنسبه للكوتي او اللومجه، حضرت له واحد الكومبوت او عصير، ما عرفتش شنو نسميه، ومن خليته ثقيل شويه. عندي هنا لافوكا، عندي حليب جوز الهند اللي سبق لي حضرته معكم، غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، وعندي التمر باش نحلي الوصفه ديالي. ما متلا سكر لا حتى شي حاجه. وغادي نطحن المكونات بحليب جوز الهند اللي طبعا تكلمنا على القيمه الغذائيه ديالو، امتى ممكن نقدموه للطفل، والكثير من المعلومات غادي تلقاوها في واحد الفيديو في صندوق الوصف. صافي طحنت المكونات ديالي وحصلت على واحد الكومبوت اللي اول حاجه المذاق ديالو رائع فكيبغيه الطفل، ثاني حاجه القيمه الغذائيه ديالو مرتفعه جدا، فيه سعرات حراريه كبيره ومصادر صحيه ديال هاد السعرات اللي هي الدهون الصحيه اللي كاينه سواء في الافوكا او في حليب جوز الهند، كذلك السكريات الصحيه اللي كاينه في التمر، فكتجي واحد الوصفه رائعه. وكذلك نقدروا نخفوها شويه وتكون على شكل عصير، انا خليتها هكذا شويه ثقيله، كتجي ممتازة جدا، جربوها. وصلنا لوجبة العشاء اللي كانت من اختيار شاهد، قالت لي ماما خصني خبيزة هاد الفترة الأخيرة كاملة، ما كتبغيش تاكل شي حاجة في الليل من غير هكذا خبيزة معدلة بشي حاجة، فكناخد هاد لي توست هادو ديال الزرع ديال القمح الكامل، وكل مرة باش كنعدلو ملا. اليوم عملتلها هكذا بالجبن، وهي قالت لي بغيت بيضة، وخا كلاتها في الصباح ما كنتش باغا نعطيها لها ولكن كانت مصرة. شاهد من عشاق البيض، وصافي بغيت نصوركم يعني داكشي اللي خدات بلا ما نبدل فيه حتى شي حاجه. فهادشي اللي كلات على وجبه العشاء، عملت لها جبن كريمي، اي جبن يعني كتستخدموا لاطفالكم، مع بيضه وسخنته، وكيجي صراحه كتجي يعني واحد الساندويتش اللي مزيول لذيذ. صافي غادي نسخنو شويه، ها نتوما كيف كيجي، كيجي بنين صراحه، وكياخذ الطفل واحد المصدر مصادر ديال الطاقه اللي كتخليه شبعان في الليل. هنا عندي الحليب، واحد شويه ديال الحليب اللي كنعمل معاه البابونج، مره كنعملو له، تكلمنا على البابونج على الفوائد ديالو كيفاش انه كيساعد الطفل على الاسترخاء وكل شيء، فمره كنعملو له مع الحليب، وحتى المذاق ديالو كيجي مزيون. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من افكار ربما جديده شويه او ديجا كتعرفوها وفكرتكم بها. نشوفكم فيديو مقبل ان شاء الله، ما تنساوش تنضموا لنا الى كنتو جداد على القناه. بالسلام عليكم.